مساء الخير، يعطيكم العافية يا شباب صبايا. يعطيك العافية. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم جميعا. طيب، هلا أنا اللي في بالي بصراحة إنه ما راح أشرح البروجكت كشرح، راح آخذ أسئلتكم استفساراتكم وأحاول أجاوب عليها، وممكن من خلال الأسئلة يعني نوضح بعض النقاط اللي مش واضحة بالنسبة لكم لغاية الآن. فمين بحب يبلش؟ مين عنده سؤال؟ دكتور، ممكن أبلش أسأل؟ تفضل. هسه على الـ AD conversion على الـ oscillator بالبروتوس، كيف نشبك هسه؟ عشان واجهنا مشكلة إنه هو البرنامج بتاع الـ conversion كله صح، بس الـ result تبعت الـ conversion اللي بتحط results في AD high و AD low شكلها غلط، فشكله من الـ oscillator مركبينه غلط ومش عارفين نعمل له هذا setup. انت مستخدم اكسترنال اوسيليتر، يعني حاطط على البروتوس كريستال. المفروض هذا اللي نعمله، ولا في بنفع نستخدم اوبشن ثاني يعني غير ما في حل داعي، الفار؟ ما في داعي، بما انه موضوع سيميليشن، يعني هو من ناحية الرياليتي، لو كان هذا المشروع بدك تبنيه فعليا على شكل سيركت، لازم فعليا تحط الاوسيليتر سيركت كريستال او ار سي خارج الـ A2D. لكن بما ان السيميوليشن بامكانك تستغني عن الكريستال وتعتمد على الـ يعني السيميوليتر نفسه هو اللي يشغل البيك. يعني انت تتذكر لما تسوي دبل كليك على على المايكرو كنترولر جوا البروتست، يو كان سبيسيفاي الفريكوانسي. في يعني خيار انه في هذا انه اكسترنال اوسيليتر نحطه فور ميجا هرتز مثلا اذا بدنا، ولا كيف؟ من جوا المنيو تبعت المايكرو كنترولر، انت بتقدر وين بتختار، وين بتقدر تختار وين بتحدد الهكس فايل اللي بده يشغل المايكرو كنترولر. بنفس الويندو اللي بتطلع لك بتقدر تختار الفريكوانسي. انت تمام. عرفت كيف؟ فيعني اذا مغلبك موضوع انه تجيب كريستال اوسيليتر وتشغله على البروتوس، مع انها دوبل ومشروحه باكسبيرمنت 3 او مش بالهاردوير جايد، مشروحه اللي مرافق لاكسبيرمنت 3 كان. يعني احنا ما ركزنا عليه كثير الموضوع هذا، لانه يعني للاسف ما فيش دوام في الجامعه. بس المهندس سعاده بتذكر يعني شرح الهاردوير جايد الفايل بشكل كامل شرحه. تمام. غير محمد، يلا مين عنده سؤال يا شباب؟ استفسار، احنا مجتمعين عشان نجاوب أسئلتكم. دكتور، ممكن سؤال عن السنسور؟ تفضلي. هسه السنسور اصلا الداتا شيت بتاعته هي من سالب 55 ل 150 سيليسيوس، صح ولا لا؟ هسه احنا لما عملنا تكنيكس بالفيديو لما تجربة الاي دي سي، احنا اخذنا من سالب 55 مثلا ل 150، وطلعنا منها الرينج، طلعنا منها السلوب، وطلعنا منها الستيب. تمام. فهسه انا كيف بدي اخلي السنسور مثلا مبدئيا راح يمشي من سالب 55 حتى يوصل لل10، وبعدين 20، بعدين 30، بعدين 40، فهذا يعني العداد راح يمشي راح يكون اكبر من 255، فكيف ممكن اتحكم فيه انه يعد مثلا سايكل اقل او ستيب اقل؟ لا، شو دخل ال 255؟ ما دخل؟ لا، ما هي هلا انت اذا بدك تشتغلي زي شغل التجربه، يعني اتس اب تو يو، بس انا احنا مش طالبين منك تشتغلي زي شغل التجربه. يعني الشرح اللي في البروجكت يعني فعليا بيسهل عليك الموضوع. يعني سويناه في التجربه، احنا حسبنا لكل 1 سلسيوس قديش بده يزيد الكونفرتد فاليو، اللي هي كانت 6 صح؟ يعني كل سنه على الكونفرتد فاليو كانوا عباره عن 1 سلسيوس. هلا هون انت يو دونت نيد تو دو ذات، يعني انا اللي طالبه، يعني احنا حتى نشغل هذا السيستم ببساطه ما بدي اعرف كل درجات الحراره، انا بدي اعرف هل انا وصلت عند ال10، هل انا وصلت عند ال20، هل انا وصلت عند ال30 وهكذا. فاذا انا بيفهمني فعليا انه اسوي حساباتي بحيث اني اعرف شو هي الكونفرتد فاليو لل30، شو كونفرتد فاليو لل10، لل20، لل40 مثلا. ففعليا اذا كان عندي 4 أو 5 فاليو فقط اللي بدي اعرف قيمهم، فما في داعي اني اسوي الحسبه اللي سويناها في اللاب. يعني اذا بروح انا هون هاي السنسور، يعني انا راح اخذ الفولتج اللي موجود هون،
مظبوط. راح اخذ الفولتج اللي طالع من هون، مظبوط، وبدي ادخله على الاي تو دي. هلا هذا الفولتج انا بهموني هدول القيم بس، فكيف بدي اعرف قيمه معناها انا بس بدي يعني انا مسهل لكم اياها كثير. يعني انا بحكي لك لما تكون درجه الحراره 10 هاي المقاومه اللي هون قيمتها 874، لما تكون 20 950 وهكذا. فاذا فعليا انا بقدر احسب حسب الفاليو اللي بختارها هون والفاليو اللي بختارها هون، بقدر اني احدد شو هو الفولتج تبع كل واحده من هدول من كل واحده من درجات الحراره. فبقدر احط هون مثلا والله لما درجه الحراره 10 الفولتج اللي انا شايفه حسب الفاليوز اللي اخترتها هون انا والله هو عباره عن 1.5 فولت مثلا. لما تكون 20 والله بيكون 1.7 فولت. لما تكون 30 بيكون مثلا 1.9 فولت. لما تكون 40 مثلا 2.1 فولت مثلا. فهلا عرفت هدول الفولتجز، فانا فعليا اللي فعليا بدي احاوله اربع قيم، يعني اللي بدي اعرف زي كانهم انترفال ليميتس هدول. فباجي بحكي بناء على عمليه الاي تو دي كونفرجن مثلا، طلعت معي والسيت اب تبعي للاي تو دي طلعت والله ال 1.5 هي مثلا 110000000، ال 1.7 طلعت 1.111000 مثلا، يعني ارقام من عندي انا عم بحط وهكذا. فالان فعليا الكود تبعي بيصير ما بده يعرف الاكتوال فاليو، يعني ما بده يعرف الكرنت تمبريتشر انها 12 او 13. انا مش طالب منك هيك، انا طالب منك تاخذ هدول الاربعه فاليوز الان وتحط زي اف ستيتمنتس. اذا الفاليو الكونفرتد فاليو من هون لهون معناها بدي اسوي كذا، اذا الفاليو من هون لهون بدي اسوي كذا. واضح الفكره؟ واضح. والتمبريتشر، التمبريتشر اللي بدي طالب منك تسوي لها ديسبلاي على الـ على ال LCD هي مش درجة الحرارة بشكل عام، هي which range you are operating in، إن أنت شغال عند العشرة سلسياس ولا العشرين ولا الثلاثين ولا الأربعين. يعني ما بدي إياك تسوي شو اسمه binary to BCD وتحكي وتحسب وتطلع تورجيني إنه درجة الحرارة 12 أو 13 أو 25. لا، بس ورجيني ال speed وال corresponding temperature range اللي انت شغال فيه. وضحت يا ريناد؟ دكتور اوضحت السؤال. هسه قيم هاي الاوتبوت تاع الاي دي سي اللي هي 1100 هاي راح ادخلها على اف ستيتمنت في المايكرو كنترولر، هقارنها مع قيم فولتج موجوده صح؟ قارنيها مع قيم الفولتج الموجوده. كيف يعني؟ يعني هاي يعني هذه القيم راح تدخل على المايكرو كنترولر، مع مين بدي اقارنها؟ بدك تقارنيها مع الكونفرتد فاليو هدول. يعني انت بعد ما تسوي الحسابات بتكوني عرفتي هاي القيم، تمام؟ تمام. الان خلال الاوبريشن تبع الاي تبع السيستم انت يو ار كونتينيوسلي دوينج كونفرجنس. فمثلا جيتي سويتي كونفرجن لفاليو للكرنت فولتج، تمام؟ فبدك تشوفي باي فتره موجود هو فقط. تمام. فهمتي علي كيف؟ يعني doing convergence، انت continuously doing convergence، بس انت ما في داعي تحولي لديسيمال وتقولي قديش درجة الحرارة وكذا وترجع يعني ترجعي بالفولتج لتمبريتشر وقديش التمبريتشر وهكذا. لا، خلاص انا عندي هدول الاربعة values او الخمسة values اللي بتقول، يعني هم اربعة فعليا. بصير اخذ الconverted value واقارنها بهدول القيم الثريشولدز اذا بدك تسميهم، وبناء عليه احدد شو اسوي بالسرعه تبعت المراوح. ايوه انا وصلت الفكره بتهيألي. يسلم كثير دكتور. ماشي يا رينات. اللي بعد رينات وضحت فكره الاي تو دي. فانت يعني يعني بدك يو نيد تو بيك فاليو لار 1 وبيك فاليو لفي اس، يمكن اللي تختارها انت غير عن الجروب الثاني غير عن الجروب الثالث، بس بدك تحاول تفكر فيها شوي انه تختار قيمه للار 1 مثلا تكون مناسبه. بس هي ما بتفرق، بس انت اختار اللي بدك اياه.
والفولتج اختاره اللي بدك اياه برضه. بس في النهايه زي ما احنا كاتبين في المشروع، يعني يفضل حتى الكونفرجن اكيورسي تكون افضل ما يمكن للرينج اللي انا مهتم فيه. الرينج اللي انا مهتم فيه فعليا تقريبا من 10 ل 40 فولت، من 10 ل 40 سلسياس عفوا، او من 1.5 ل 2 و 2.1 فولت. فيفضل لما اختار الريفرنس فولتجز تبعت الـ A to D مثلا في الـ example اللي انا حاطه، ف V reference plus و V reference minus يكونوا بهذا الرينج، يعني يكون عندي 1.5 ويكون عندي مثلا 2.1. فالان اي فولتج بيجيني اقل من 1.5 معناه انه الحراره اقل من 10، وبالتالي راح يكون الاوتبوت تبع الـ A to D داخليا هو القيمه هاي كباينري. اي حراره بتجيني اعلى من 40 حيكون الفولتج معناها اعلى من 2.1 فولت، وبالتالي الباينري كونفرجن راح تكون قيمته القيمه اللي تحت which corresponds لل 40 سلسياس. فهلا ممكن تختارهم اعلى شوي واقل شوي ما في مشكله، بس الاوبتيمال حتى تحصل على يعني عمليه تحويل دقيقه انه يكون الريفرنس فولتجز بهذا الرينج. هذا الكلام معناه انه الألف واربعة وعشرين خطوة اللي موجودين في الـ 10 bit A to D رح يتقسموا بين الواحد ونص والاثنين وواحد من عشرة. فبالتالي التمييز، القدرة على التمييز بين درجات الحرارة يعني بكون افضل ما يمكن. طبعا يمكن ما يكون هذا الموضوع كتير sensitive لهذا السيستم، لانه يعني انا عم بشتغل على range of values، لكن احنا بس من باب ان نوثق هاي الفكره في راسك انه عاده الريفرنس فولتجز بنختارهم تو ماتش الرينج تبع الانبوت فولتج، الفولتج اللي داخل على الاي تو دي تو ماكسمايز الاكيوريسي. دكتور يعني هسه لو كان مثلا الفولتج اقل من 2، الفولتج هذا يعني كان فولتج ريفرنس كان واحد وشوي، الفولتج ريفرنس بلس واحد وشوي، وكان الفولتج ريفرنس ماينس كان أقل من واحد بوينت إشي، بيأثر؟ لا ما بيأثر. هي هاي القيم أنا افترضتها من عندي، القيم هذه اللي هون راح تعتمد على اختيارك لR1 ولا السبلاي فولتج. هي عملية فولتج ديفيجن صح؟ كل جاتكم عارفين إنه هذا فولتج ديفيجن فعليا، انت بتسوي فولتج ديفيجن. فالفولتج تبع السنسور هو ببساطه في اس مضروب ب الريزيستر تبعت السنسور على ار تي 1 زائد ار 1. مزبوط ولا لا؟ نعم. يعني الموضوع بسيط. تمام، غيره يا شباب؟ دكتور بس أسأل برضو عن السنسور شوي. هل هسه نحن شغلنا برنامج بروتوج مبدئي بس عدنا نغير على R1N، هسه R1 لما كنا مثلا نكبرها لما نبلش نعمل سيميوليشن يكون في زي نقط تضوي على هذا على الكومبوننتس، تضوي أحمر وأزرق. ما في مشكلة يعني أحمر ايش بيصير لما تكون طافي؟ يعني تكون طافي بيكون في مشكله، ولا عشان مرات لما كنا نقلل R1 كان يحط وين عند هذا عندها انه مش كانها مش كانت طافيه، لا تضوي لا ازرق ولا احمر. لا هلا شوف، الازرق والاحمر والسكني او الاصفر هذه يعني بيستخدمها البروتوس حتى يوريك اللوجيك فاليو تبعت الفولتج. يعني كيف يعني اللوجيك فاليو؟ احنا بنعرف انه اللوجيك هو بين الصفر مثلا والخمسة فولت، فاي فاليو بين مثلا الاثنين ونص فولت والخمسة هي لوجيك هاي او 1 بالنسبه للبروتوس، فبحط لك اياها لونها احمر الفولتج هذا. هلا اذا بتنزلها مثلا لفاليو مثلا اقل من 1.5 فولت بصير لونها ازرق، واي شيء ان بتوين بحط لك اياها سكني. كانه هاي شغلة لها علاقة باللوجيك، ما لهاش علاقة انها طافي وضاوي. يعني هاي السيركت عبارة عن انالوج سيركت. واضحة يا محمد؟ واضحة. يلا غير محمد وريناد.
يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. دكتور هلا احنا رينج الفولتجز اللي طلع معانا هون اللي هي V بلس ريفرنس و V ماينس ريفرنس، مطلوب منا نفسه نستخدمه للبوتنشيوميتر صح؟ هلا ما هو هدول مشتركين بين كل التشانلز تبعت الـ A to D، لأنه في النهاية أنت عندك 1 A to D. اها تمام. طيب شغله هلا لما نيجي بدنا نقارن البوتنشيوميتر بالجدول يلي بصفحه 5، يعني هون الرينج طلع معنا كثير صغير، فالارقام بتطلع كثير صغيره اصلا، بتطلع فراكشنز، كيف بدي اقارنهم على الانبلاب؟ الارقام تبعت المانيوال مود بالمانيوال مود. هلا VS2 ناقص V بتري اللي هي رح تكون مثلا هون 2.1 ناقص 1.5، فبدك تضربها بربع برضه رح يطلع الرينج يعني كثير صغير. ما في مشكلة، ما في مشكلة، لأنه يا نوران المقارنات ما رح نسويها بالديسيمال، يعني you don't have to convert them to decimal ويصيروا fractions ومش عارف مين. نفس الشيء أنت رح تيجي تحكي قديش طلعت معك هاي القيمة، مثلا طلعت ربع الـ 0.7، ربع الـ 0.7 قديش؟ 1.75 مثلا، فمثلا طلعت هاي القيمة معك 1.75 صح؟ مثلا بالحسابات تبعتك هذه طلعت 1.9، هذه طلعت قيمة معينة، فأنت شو بتسوي؟ بدك تشوفي what is the corresponding digital output of the A to D for this value، زي ما سوينا في التمبريتشر صح؟ يعني ما بدي اياك تصير تحولي لديسيمال وتطرحي، يعني بتصفي الموضوع معقد، يعني you can do it، بس احنا مش هذا الهدف، انه يعني نصير نبرمج اريثمتك بالامبي لاب. لو كان بالسي كان طلبنا منكم يعني تسويها، بس انه لانه بالام بال بال بالاسمبلي عم بتبرمج، بدنا حاولت انا بصراحه لما كتبت البروجكت انه اخفف من كميه الحسابات اللي بدك تسويها. فانت فعليا الاوتبوت تبع الاي تو دي راح تاخده از از وتحاول تقارنه ب بري كالكوليتد ثريشولدز اور بري كالكوليتد فاليوز عشان تعرف انت وين واقف باي انترفل. فانت لما بعد ما تكوني عرفتي الفي اس 2 والفي باتري بتقدري تعرفي الرينجز هدول، وبحسبه بسيطه بتقدري تعرف هدول بالباينري شو بيطلعوا. تمام دكتور شكرا لك. وضحت بتهيالي. وضحت شكرا. طيب غيره يعطيك العافية دكتور. أنا أحمد. دكتور شو اسمه بالسنسر هلا، بس احنا سوينا الحسابات للستيب سايز والشغلات هاي، كان يقلب معنا المود او انه شو اسمه السبيد على 9 وعلى 19 وعلى 29، مش على 10 و 19 29، مش على 10 و 20 و 30، فبس غيرنا القيم شوي انه مش زي ما طلعنا بالمعادله بالضبط هذه. يعني ما مبدئيا ماشي يعني، بس حاول تشوف وين المشكله يعني. تمام. يعني احنا يعني هدف من البروجكت انه يكون عندك طولة بال وصبر، انك فعلا انه تجيب المطلوب. انت بعرفش اي سنه، بس انت قريب انك تتخرج بكره بالشغل، ما بيرضى لك اياها المدير تسكج له اياها من هون وتقول له يلا من لا دكتور، هو النتيجة صح، بس إنه المعادلة ما طلعت زي شو اسمه يعني، بس سويناها إذا غيرنا القيمة اللي بنسوي معها المقارنة، مش زي ما طلعت المعادلة بالضبط، بس إنه السيميليشن صح تقلب. طيب ما في مشكلة، ما في مشكلة. طيب دكتور هون بالتابل كمان شو اسمه في شو اسمه في علامة يساوي عند 2 عند 1000 و2000 and 0.25 VS2 minus V battery، يعني اذا في شيء زي هيك يمكن تايبو، يعني هي مفروض يكونوا ديسكريت. انه اليساوي عند ال 0.5 يعني عند ال 2000 ار بي ام. اي سطر؟ ال 2000 عند ال 2000 ار بي ام. 2000 ار بي ام تحت الاوتو مود ولا تحت المانيوال مود؟ المانيوال مود. المانيوال مود شو في عندك؟ اقل او يساوي؟ اليساوي عند النص مفروض، يمكن مش عند ال 0.25 عشان يعني يس مش فارقه يعني، مش راح تفرق يعني اذا الكونسبت عندك صح، يعني مش مشكله. عرفت كيف؟ تمام يسلم دكتور. طيب هلا بالنسبه للسبيد، يعني احنا طالبين 0 1000 2000 3000. هلا في ناس بعتوا لي وسالوني
يعني كيف بدي أشوف السبيد؟ يعني إحنا الموتورز اللي عم نحطهم هم animated motors، يعني they are not actual motors، هم بلفوا البروتوس بي يعني بيصير يلف فيهم حسب الـ applied voltage. ما في عنا علاقة بين السبيد والـ applied voltage للanimated motor. فإحنا ما بيهمنا إنك ما رح نقدر نشوف الرقم الألف والألفين والثلاث آلاف، لكن كيف بدنا نعرف إنه شغلك صح؟ من خلال حساباتك اللي بتسويها بالـ PWM. يعني أنت بالـ PWM لازم تحسب الـ on time، لازم تحسب الـ on time بناء على الـ period اللي بتفترضها حتى يصير الـ effective أو الـ average applied voltage مثلاً 75 أو 150. فبناء على حساباتك انت بتقدر تتاكد انه شغلك صح، انك تحط ببساطه اسلوسكوب على الاوتبوت اللي بيطلع البي دبليو ام سيجنال وتشوف شكل البي دبليو ام سيجنال، هل فعليا شكلها صح انه والله البيريود تبعها 1 ملي سكند والديوتي سايكل تبعها مثلا ربع ملي سكند لما يكون 1000 ار بي ام، يصير نص ملي سكند لما يكون 2000 ار بي ام وهكذا. تمام، يعني هي سألوني عليها وهو سؤال يعني منطقي انه كيف بدي اتاكد انه الموتور عم بلف ب1000 او ب2000. الارقام اللي انا حاطها في الجدول مش من البروتوس، من عندي. طبعا فيجولي انت بتقدر تشوف ان السرعه عم تتغير، يعني في ناس اوريدي وصلوا لهي المرحله وبعثوا لي فيديوهات حتى وورجوني انه شوف كيف السرعه عم تتغير، بس انا مش قادر اعرف هل هي فعلا 1000 ار بي ام ولا لا. فحكيت له الكلام اللي حكيت لكم اياه يعني. إنك أنت ما بتقدر تقيس سرعة الموتور لأنه إحنا يعني هذا animated، لكن إذا بتطلع على الـ PWM signal that is driving the motor تقدر تتأكد إن شغلك صح، إنك أنت عم تطلع الـ period أو الـ PWM signal المطلوبة في كل حالة من الحالات. حط الأسسكوب بالـ يعني I think you can يعني find it بالميجرمنت تولز الموجودة على الشمال بالبروتوس، بتقدر تحط فولت ميتر، تقدر تحط أسلسكوب whatever device، ولما تسوي سيميوليت دبل كليك على الأسلسكوب بتقدر تشوف السيجنال. فبتقدر تشوف قديش الـ on time قديش الـ off time قديش الـ period، وبناء عليه تأكد أنك عم تطلع الـ PWM signal الصحيح. تفضلي يا ريناد. لا بس مسألك عن سؤال السرعة وجبتني. يعني هون أنت مثلاً حكينا إنه أنا معطيك الـ V average، يعني أنا زي كاني عم بحكي لك إنه لما تكون الـ V average 75 فولت الماتور بيكون سرعته 1000، لما يكون الأرقام اللي تحت إيش كانت 150 و 220، 150 فولت و 220، هدول الثلاث قيم المعطيين عندك، هون بكون 2000 هون بكون 3000، فزي كان هالعلاقة إشي زي هيك بين السرعة بين الفولتج والسرعة بين الفولتج والسرعة. فأنا هون السبيد هي function of the average voltage اللي applied على الموتور. طبعا كيف بدي اخلي الدي سي فولتج، اغير قيمه الدي سي فولتج اللي هون اللي هو السورس فولتج، كيف بدي اغيره بناء باستخدام المايكرو كنترولر؟ ما بزبط يعني اغيره الا بالبي دبليو ام، اني اصير اطفي واشغل اطفي واشغل بشكل متواصل وبديوتي سايكل معينه، فالمتار فعليا بصير يشوف افكتيف فولتج او افريج فولتج. فانت هون بدك تختار قيمة لـ VS3 طبعاً بدها تكون أعلى من 75 و 150، يمكن تحطها 220 أنت تقرر. بدك تختار قيمة للـ period تبعت الـ PWM signal اللي بدها تطلع، بدك تحدد الـ period هاي، وبناء على اختياراتك بتقدر تحسب الـ on time. يعني إحنا بدنا الـ on time لأنه الـ on time هو اللي بحدد يعني بأثر على الـ average voltage. فبتصير تحسب، فأنت فعلياً بتصير تكامل من صفر إلى تي أون، وتعرف أنت بتعرف بدك تعرف تي أون given T والسبلاي فولتج اللي هو الـ VS3 ومعاك الـ V average، بتقدر تحسب تي أون في كل واحدة من الحالات
وببساطة تروح على التايمر 1 أو تايمر 2 أو تايمر 0 اللي بدك إياه استخدم، أنا ما عندي مشكلة. وسوي وتسوي الـ PWM operation. طبعاً في ناس سألوا إنه بنقدر نستخدم الـ PWM module الموجودة، حكينا لهم لا، إحنا طالبين إنك تستخدم إما تايمر 1 أو تايمر 2. أنا يمكن لو مكانكم بفكر أستخدم تايمر 2، تايمر عفوا 1. تايمر 1 16 بت بيعطيك مساحة أكبر للمناورة في قيمة البيريود وقيمة الأون تايم لما بدك تسوي الحسابات والإمبليمنتيشن، لأنه 16 بت تايمر 1 كان. تمام؟ أسئلة أخرى؟ واضحة الأمور؟ هلا يعني التسليم ب 27 وراح يكون يعني very sharp deadline، يعني الفاينل راح يبلش بخمسة أو ستة واحد، كأنه امتحان اللاب مبدئيا ب 2-1، موعد الإسقاط 31-12، فإحنا يفترض منا إنه يعني نكون علاماتكم جاهزة من 60 يعني قبل موعد الإسقاط أو في يوم الإسقاط. فإحنا بدنا نستلم منكم ب 27 وبدنا نسوي المناقشات لإلكم في يومين أو ثلاثة اللي بيجوا بعد 27 28 29 و30 عساس نقدر نعطيكم العلامات قبل موعد الإسقاط. يمكن في ناس تقرر تسقط، ما بعرف، مع أنه مش وارد يمكن بالسياسات الحالية طالما في خيار ناجح راسب. ملاحظة بالنسبة للريبورت اللي بدك تسلمه، يعني الريبورت عليه علامة محرزة يمكن 5 علامات من 20، فحاول إنك تكون واضح ومرتب ومفصل نوعا ما في الريبورت تبعك. الريبورت مش إنك تمسك السيركت اللي بنيتها في البروتوس كوبي أند بيست بعدين تروح على الإمبي لاب كوبي أند بيست للكود وتحط cover page وتسلمني report. You will get a zero if you do that. مباشرة صفر بالreport. ما راح أطلع عليه. تمام؟ فreport أنت مهندس فبدك تكتب report. لو أنا أعطيته لواحد برا الجامعة بيعرف في embedded systems حكت له تفضل اقرأ لي هالreport شو بتفهم، المفروض يفهم أنت شو سويت. بمعنى آخر بده يكون في شرح شو هو السيستم، مع انه مكتوب في البروجكت ديسكريبشن بس بتكتب بتلخص هذا الشرح انه والله مطلوب منا كذا 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 كذا. فالريكويرمنتس ايش هي الريكويرمنتس؟ انه بدنا كذا وكذا 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 بالسبيسيفيكيشنز التاليه. طيب وات واز يور اور ابروتش؟ اور ابروتش ملخص بالفلو شارت الرئيسي المبين بفيجر 1 وبتشرح لك شوي عن الفلو شارت. بعدين ممكن تحط سب فلو تشارتس او فلو تشارتس فرعيه للاوبريشنز مثلا تبعت مثلا البي دبليو ام مثلا. انت بتشوف المناسب. ممكن تحط كل البروجكت تبعك بفلو تشارت كبير بس مرتب وواضح. بدك تحط الحسابات كيف حسبت القيم، كيف تبعت الحرارة، قيم السرعة، تبعت السرعة، كيف سويت المابينج من باينري فاليو، كيف حطيت الثريشولدز. بعدين بتحط السيركت تبعتك وممكن تكتب سودو كود، ما تحط كوبي بيست للكود تبعك في الريبورت. انت الكود تبعك راح تسلمه بفايل منفصل، يعني اوريدي انت راح تسلم الكود، فايتز يعني مينينجلس انك تحط لي كوبي بيست لكود يمكن 4-5 صفحات يطلع صفحتين 3 ما بعرف بالريبورت. فالريبورت بده يكون إشي لو واحد غريب قرأه يعرف انك انت عم تسوي بروجكت اهدافه 1-2-3 وطريقتك في الحل كانت 1-2-3. فحاول it is good practice لإلك اذا انت قريب من التخرج او عم تتخرج، يعني انك مشروع التخرج انت هيك فعليا، يعني احنا معروف طلاب منخرجهم شاطرين بايديهم بيقدر يشتغل، احكي له برمج بيعرف، ابني السيركت بيعرف كذا، بس قل له تعال اكتب عبر وفهم الناس انت شو سويت، بتلاقي بضيع فعليا. فحاول انك تبذل جهد فيه، واحنا ويل ابريشيت يعني يور ايفورت، يعني حتى يعني مش يعني وي ار نوت لوكينج فور بيرفكشن، انه بدك تعطيني كتاب، لا بدك تعطيني 7-8 صفحات 10 صفحات 5 صفحات، يعني انت بيعتمد كيف بتعبر عن حالك. مفهومات
ومعبرات عن مقدار الإفورت اللي أنت حطيته. يعني أنت لما تجي تسوي لي كوبي بيست للكود وللرسمة أنا بحكي هذا مش متعب حاله في الشغل، بينما لما تقدم شغلك بطريقة مرتبة الناس بتتشجع وتصير تقرأ وتحاول تفهم وبتقدر مقدار الإفورت اللي أنت حطيته في الشغل. يعني مشروع هو كله مشروع امبيدد، بعرف عليه 20 علامة، يعني بسواش كل هالكلام اللي عم بحكيه، بس أنا بحكي لقدام. لما أنت تروح لمرحلة لاحقة، لكورس آخر، لحياتك العملية، لمشروع التخرج، يعني بيكون عندك فكرة، بيكون يعني خط تجربة أنه تكتب ريبورت هيك مرتب. تمام؟ ما بعرف إذا إجي حدا جديد أو خطر في بال حدا من الناس اللي موجودين سؤال آخر، بس بشكل عام المشروع يعني أنا برأيي الشخصي يعني بده شوية شغل، بس هو مش مستحيل ولا صعب أو معقد. إحنا حاولنا نسهله قدر الإمكان من ناحية الـ A to D والحسابات، بحيث أنك أنت يعني يكون الهدف من المشروع أنك تقدر يكون عندك قدرة على تربيط operations مختلفة مع بعض. يعني لاحظ أنت عندك مجموعة من operations، في عندك two modes وswitching between the modes، وفي كل mode في أشياء معينة أو في شروط معينة لازم تدور عليها وبناء عليه تسوي الكنترول، في hold mode مثلا وهكذا. ف طبعا في LCD، بس LCD شغلها يعني مش هالشغل الصعب، يعني already يعني الكود موجود عندك انت بتجربة LCD، تقدر تاخده زي ما هو وتضبطه بحيث يمشي مع الكود اللي انت عم تكتبه. بس هي في النهاية راح تستخدم send command، send character، وتسوي setup للLCD وthat's it. بس بدك تحدد شو هي الكاركترز اللي بدها تروح حسب الـ current state تبعت السيستم. اسألوا يا شباب، مين وصل لمراحل خلينا نحكي متوسطة في البروجكت أو أكثر؟ مش رح نحسدك، ما حدا بده يحكي، كلياتكم وصلتوا مراحل متقدمة معناته. طيب يعني هو فعليا ضايل تقريبا أسبوع، 8 أيام، 9 أيام. وبعرف إنه this is not the only thing that you have in hand، أنت بين إيديك شغلات كثيرة، فحاول إنك تقدر تسوي balance وتسلم المشروع بأفضل صورة ممكنة تقدر عليها. طيب اسألوا قبل ما أطلع، أموركم تمام؟ كل شيء تمام عبادة. طيب محمد شو هسه كيف بنقدر نعمل تست لهذا للـ AD conversion result؟ في طريقة ممكن نستخدمها؟ هلا يعني الستريت فورورد ابروتش، يعني اذا بدك تتاكد من حساباتك محمد انه والله الفولتج اللي يتناسب مع ال 40 سلسيوس لازم يكون الباينري تبعه هاي القيمه، مزبوط؟ انت هذا اللي عم تسال عنه. فكيف بدك تشوف هاي القيمه؟ الموست ستريت فورورد ابروتش انك تطلعها على ليدز، تاخذ الاي دي ريزلت هاي والاي دي ريزلت لو مثلا وتطلعهم على ليدز. نعم. ويعني this is good practice، يعني إنك اللي عم تسويه يمكن محمد وبعض الناس حسب ما شفت من أسئلتهم اللي وصلتني إنه they are building and testing each component بشكل منفصل، each operation بشكل منفصل. فبتلاقي عم بيشتغل على temperature sensor لحاله بدون microcontroller، عم بحاول يفهم temperature sensor، بعدين بيشبكه على microcontroller وبحاول يسوي A to D، بحاول يطلع الoutput على الليدز مثلا ويشوف الباينري فاليو والله هي نفسها اللي انا حسبتها ولا
مش نفسها. بتلاقي واحد تاني من التيم ماسك مثلا الـ PWM وبيجي بيحكي بكتب الكود اللي بيحكي إذا كانت الـ 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 الحرارة بين كذا وكذا معناها سوي التي on time هالقدة، إذا كانت الحرارة بين كذا وكذا سوي هالقدة، وبروح بيجرب يعني بدون ما يبني كل السيستم، بس بيكون عم بيسوي حساب سيت اب للتايمر 1 او للتايمر 2 مثلا حتى يطلع بي دبليو ام سيجنال ببيريود معينه وبون تايم معين، وبصير يشوف السيجنال على الاستلسكوب ويتاكد منها والله عم تطلع بالشكل اللي انا بدي اياه، بعدين بصيروا يجمعوا الكودز مع بعض. فيعني هذه فكره التيم ورك، يعني مش منطق نقعد احنا الثلاثه اللي في التيم مع بعض راسنا براس بعض ويلا نكتب كل كلمه في الكود او كل كوماند كل انستركشن في الكود مع بعض. هذا اتس نوت تيم ورك، هذا يعني مش تيم ورك. التيم ورك اللي هو اللي حكيت عنه، يعني السيستم المطلوب بسهوله بتقدر تقسمه. احنا اعطينا جايد لاين كيف تقسمه، يعني تحت حاكين لك يعني انه ممكن في واحد من الطلاب يكون مسؤول عن الـ PWM، واحد مسؤول عن الـ LCD، واحد مسؤول عن الـ ATD، هون الـ Project Group. فممكن توزعوا الشغل زي هيك، إذا كنتوا أربعة ممكن مثلاً الـ ATD بده شغل اثنين ياخدوا، إذا كنتوا اثنين بعينكم الله، في ناس اختارت أنها تكون اثنين لأنهم ما لقوا حدا ثالث يكون معهم فسمحنا لهم، هم two groups. بس إحنا عارفين أنه الـ Project مش ضخم لدرجة أنه بده أربعة، بس سمحنا أنه يكون فيه أربعة. هو فعلياً ثلاثة حده، ثلاث أشخاص كافي للبروجكت. هذا التيم ورك بيعلمك أنه كيف الموديولر ديزاين، أنه كل واحد ماسك موديول وبيضبطها بناء على إنبوت معين جاي من البارت اللي ماسكه صاحبه، ولازم ياخده ويطلع output يستخدم في الموديول الأخرى. فزي كأنه black boxes، هدول كل واحد بيشتغل على black box بعدين بنشبكهم مع بعض. اللي بيهمنا هو الانترفيس بين هاي black boxes، input و output ببساطة. تمام، ما بدي أنا أطول عليكم، إذا ما عندكم أسئلة. ما عمر ترى في مناقشة صح؟ أكيد. رح ننزلكم الجدول. متى موعد هلا؟ زي ما حكيت احنا الديدلاين هو 27 التسليم شارب، ما رح ناخد اي اشي بعد هيك حتى نقدر انه نناقش ب 28 29 30، وتكون علاماتكم من 60 جاهزة قبل 31 او يوم 31 just in case انه حدا حابب انه او مش حابب يكمل في اللاب بده يسقط اللاب او whatever، فمن حقه انه يشوف علامته من 60 قبل موعد الإسقاط. فإحنا راح نخبركم بجدول المناقشات قريباً. إحنا المفترض الكل سوى عبى الفورم وعارفين كل الجروبس، المهندسات اشتغلوا عليهم ووزعوهم بينهم وبين بعض، لأنه في الجروبس من في بعض جزء كويس من الجروبس يعني مختلطة من شعب مختلفة، فبغض النظر هم حاولوا يوزعوا الجروبات بالتساوي بيناتهم. فرح نعلن لكم الجدول، يعني المفروض الأسبوع الجاي نحكي والله الجروبس من كذا لكذا هي مناقشة، أو يعني كل مهندس يمكن تعلن جدولها ما بعرف، بس رح تعرفوا موعدكم أكيد قبل بوقت حتى تكونوا جاهزين. طيب في أسئلة أخرى ولا نطلع؟ تمام، معناته نتمنى لكم التوفيق و enjoy doing the project. يعطيكم العافية.